قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في مدينة الجلالة التي تتمتع بالعديد من المقومات المتفردة، خاصة موقعها المتميز على هضبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة. وقد شملت جولة السيد الرئيس عددا من المناطق بمدينة الجلالة، خاصة منطقة مرتفعات الجلالة التي تقع على مساحة 120 فدان، وتضم مكونات سكنية وخدمية وترفيهية ورياضية، وعلى ارتفاع 250 متر أعلى سطح البحر. فندم، احنا دلوقتي في المصطبة الرابعة مرتفعات الجلالة. فندم دلوقتي متواجدين هنا في المصطبة الرابعة اللي قدامنا دي. فندم منطقة المول، منطقة المول التجاري. دي المصطبة الرابعة فندم على منسوب، شايف البحر طبعا من كل المصاطب. احنا راعينا فندم في التصميم ان المصاطب كلها تبقى شايف البحر من كل الاتجاهات. سيادتك يا فندم، مرتفعات الجلالة فندم مساحتها 120 فدان. عندنا فندم عدد 72 فيلا بمساحات مختلفة. عندنا عدد 264 شاليه بمساحات مختلفة طبعا يا فندم. كما تفقد السيد الرئيس مناطق المنتجعات والكورنيش والنصب التذكاري بمدينة الجلالة، حيث التقى سيادته مع القائمين على المشروع وهنأهم بالعيد واطمأن منهم على سير العمل بالمشروع. الصحة والعافية وبارك لنا فيك يا رب وخليك لينا والمصر. كتر خيرك انت، كتر خيرك انت، احنا بدعواتكم طيب عايشين. ربنا يديك الصحة والعافية ويحفظك لينا ولأسرتك وللبلد مهما قلت. طب برضه انا عايز اسلم على مهما قلت حضرتك، يعني في حفظ الرحمن يا رب وبس.